دكتور، المساعدات الإنسانية ممكن على صعيد الأردن وفلسطين ومصر نشاهد موائد الرحمن اللي موجودة خاصة في شهر رمضان المبارك، مساعدات من أصحاب الأموال، ممكن موائد كبيرة ينفقوها، لكن اليوم هذا مو حل لمشكلة كبيرة تعاني من عندها البلدان العربية بصورة عامة. يعني ليش احنا نفكر فقط في وقت الأزمة في شهر رمضان في الأعياد في المناسبات بالفقير وما ممكن نفكر به طوال السنة؟ هل نحن مقصرين بإيجاد خطط خمسية عشرية؟ من وقت النبي يوسف هو من حلم بحلم معين، هناك 7 سنوات عجاف وسبع سنوات بها انفاق، فحاولوا يلمون الموضوع بطريقة معينة وتخطيط مناسب. هل نحن اليوم مقصرين في قضية التخطيط في خطوات إلى المستقبل لإيجاد حلول حتى نتخلص من غلاء الأسعار ونتخلص من جشع بعض أصحاب التجار والأموال اللي يحاولون يحتفظون ببعض المواد الغذائية وتغلى على المواطن والفرد البسيط؟ الله على كلامك. أول حاجة يعني فعلا حضرتك قلت صح، هو الإنذار المبكر ضد الأزمات، وده مهم جدا إن أنا أبقى عارف إن أنا عندي أزمة، وبالتالي إن أنا أبتدي أتحوط من الأزمة دي قبلها على مستوى الفرد وعلى مستوى تاجر التجزئة وعلى مستوى تاجر الجملة. وهنا لما بنقول برضو كان في عقوبات زي ما حضرتك أشرتي، العقوبات برضو بتبقى يعني من أول تاجر الجملة لغاية تاجر التجزئة بتختلف، ده عدد سنوات الحبس أعلى، ده الغرامة بتاعته أعلى وأقل. على مستوى الدولة بقى ككل، على مستوى بقى الوطن العربي، بما ان احنا بنتكلم كده واحنا الحمد لله بنمثل 4 دول، فمهم قوي ان احنا نقول ان التحول ده مهم جدا. ويعني مائدة الرحمن كانت كورونا، كانت لغتها لان دي فيها تجمعات ودي بتسبب انتشار الوباء، ولكن اعتقد ان هي هتكون مفتوحه دلوقتي مع صلاه التراويح في الجوامع والحاجات دي كله، هنحس بالشعائر الحمد لله الشهر رمضان المعظم. مهم قوي اني اتحوط، مهم قوي اني ازرع كل احتياجاتي عندي، مهم قوي ان السلع الوسيطه اللي انا بستوردها من بره وبستورد معاها التضخم اني ازرعها عندي، يكون في عندي اكتفاء ذاتي. عمليه التبادل ما بين الوطن العربي ان هي تتم بدون بوابات، بدون جمارك، بدون يعني، وده فعلا اللي احنا متوجهين اليه. فالحاجات دي كلها يعني زي ما انت قلت كده، 7 سنوات انعجاف و7 سنوات انثمان سمان، فالسمان دول ان شاء الله نشوفهم ان شاء الله بانتهاء 2023 زي ما متوقع، انه اسعار النفط تبتدي تقل تاني وتوصل اسعارها. اوبك بلس هنا قالت انه اسعار النفط اللي موجوده اللي احنا بنشاهدها دي عقود مستقبليه، وبالتالي احنا بنثمن بالعقود المستقبليه وليس بالعقود الحاليه، فاحنا يعني بنحاول نعيش الازمه قبل وقتها، يعني صحيح. قبل اندلاع. يعني نحن نتحدث عن واقع الآن، ويمكن كورونا كانت من أقصى الدروس. السنوات الماضية أتت كورونا في فترة رمضان وفي شهر رمضان المبارك، تهافت الآن الناس على الأسواق غير منطقي نوعا ما، وخصوصا في الأسابيع التي تسبق دائما كل شهر رمضان. ولكن خلال كورونا لم يكن هناك تهافت، كنا في بيوتنا، كان هناك ما كان في عزايم بنفس الوقت، فقدرنا نتجاوز هذا الشهر في أقل تكاليف، ووجدنا أنه عاداتنا قدرنا نتجاوزها وما صحيح. اثر علينا هذا الموضوع. دليل على انه اغلب الاشياء اللي بنصرفها لها علاقه بالسلوكيات والعادات صح. والنفسيه والرفاهيات. يعني بصير يحس الواحد انه لا انا ليش ما اجيب زي جاري، او يصير في ضغط نفسي. مظاهر، هي قضيه كبيره من المظاهر فعلا، وهذا يعني متشابه ومشترك بين كل الدول. ولكن جزء كبير من حلقتنا لليوم هو لتوعية المواطن والمستهلك ودور الإعلام دائما من خلال البرامج، الوعي عند المواطن. هناك بعض البرامج لحماية المستهلك وغيرها، الموضوع الرقابية. برأيك ما دور الإعلام بشكل حقيقي لزيادة الوعي عند كل مواطن وكل مستهلك سواء كان برمضان أو غير رمضان؟ هو الإعلام هو أهم وعي يعني للعالم كله، مش هقول للدولة اللي احنا بنمثلها تلفزيون الدولة، لا للعالم كله، لان كل الناس بتشوف البرنامج بتاع حضرتك، الوطن العربي بيشوفه، العالم كله بيشوفه، فده اهم وعي احنا محتاجينه الاعلاميين. دلوقتي الاعلام لما يتكلم معاهم ويقول لهم انت لو رشت انفاقك على السلع الغذائية، يعني كل علشان احنا عايشين، مش يعني احنا عايشين عشان ناكل ولا بناكل عشان نعيش، فانت عندك في حاجات تانية انت حارم نفسك منها وهي اسعارها لسه ما زادتش ولسه ما فيهاش تضخم، حاول يعني تتوجه اليها، اللي هو زي ما بنقول رفه عن نفسك، اخرج اشتري ملابس، الملابس اسعارها في انخفاض ما هياش في ارتفاع زي الغذاء، ف
فانت هنا مهم جدا ان انت تزود وعيك للادخار كمان، ان انا بدل ما انا يعني احنا كان في عندنا مثلا عشوائيات، ما بقتش عشوائيات، العشوائيات دي تحولت لمباني، ومباني فخمه جدا وفيها حدائق وفيها ملاعب. ليه انا مع يعني ما يبقاش عندي امل اني اعيش عيشه كريمة. افضل كريمه فيها رؤيه حلوه، مش شايف حواليا يعني عشوائيات وزحمه ومدن مش صح. يعني الطلاء بتاعها غير لائق عشان اكل يعني في مصر. يعني احنا هذا الموضوع لمسناه من اول زياره ولليوم، احنا كل يوم عم نشوف إشي جديد في مصر، في تطور، في احساس بانه حتى المواطن المصري العادي يعني عم بيستفيد من بلده وعم بعطي لها وعم بيزداد انتمائه. وهذا الحكي زي ما قلنا احنا من البدايه، كل موضوع له علاقه في العادات والمظاهر. يعني بنرجع بناكد انه فكره الكورونا خلتنا واعيين على كثير من السلوكيات الخاطئه، بس احنا للاسف عم بقول كورونا وعم نرجع يعني عم نرجع على نفس السنه دي كانه السيستم عم بعيد نفسه لما بنحكي عن هاي النقطه بالذات. كورونا مثلا اللي حصل المقله اللي بتبيع التسالي حصل فيها طوابير، يعني احنا بنقول تباعد اجتماعي، احنا سلوكياتنا لما بتيجي ازمه نتعلم من سلوكياتنا ايه الغلط اللي ما ينفعش اعمله. انا هذا يعني للاسف انا هاي النقطه اللي كنت احكيها انا وياكي، انه وكانه ذاكرتنا القريبه مؤقته. أيوة. يعني بتمحي كل شيء اول باول، بننسى على الرغم من انه الناس عاشت بشوي انتعاش اقتصادي في مرحله صحيح. الكورونا بسبب بالضبط البيوت ما كانش في صرف، تكاليف قليله،